أحدثكم الآن عن عناية أهل الجزائر برسم المصحف. أنا الآن لا أتحدث إلا على المخطوط والمكتوب، مازال ما دخلناش في مرحلة المطبوع. أتحدث عن أهل الجزائر وعنايتهم بكتابة المصاحف. أولا من حيث العلماء، ذكرت لكم هذا، مثلا أبو عبد الله التناسي كتابه هو أوسع ما صنف في علم الضبط، هو أوسع من كتاب المحكم للداني في الضبط وكتاب أصول الضبط لأبي داود، وهما من مصادره، ولكنه زاد عليهما، ذكر ما فيهما وزيادة. إذن فهو أوسع ما صنف في علم الضبط. والهذلي البيسكري صاحب كتاب الكامل، هذا الكتاب الذي طبع في 8 مجلدات، وهذا الكتاب الذي هو أوسع كتاب في القراءات، أضخم كتاب وأوسع كتاب في القراءات، ذكر فيه كتابا خاصا أو كتبا ليس كتابا خاصة بالمصاحف، أولها وأشهرها من كتاب العد، وذكر أشياء كثيرة في الرسم والضبط وهكذا. من عناية أهل الجزائر بالرسم أذكر لكم مثلا مدينة تلمسان. مدينة تلمسان كانت فيها عائلة معروفة بنسخ المصاحف، ليس بنسخ المصاحف لأن الكل كان ينسخ المصحف، لكن بإتقان نسخ المصاحف، هي عائلة بن مرزوق. عائلة بن مرزوق مصاحفهم كانت مطلوبة في بلاد المغرب الإسلامي كله. منطقة غليزان قديما، هذه المنطقة مصاحفها كانت مطلوبة في بلاد الأندلس وفي بلاد المغرب الأقصى وهكذا، لأن كتابة المصحف الشريف كانت موجودة منتشرة كثيرة، لكن الإتقان فيها كان عزيز. الكتابة وفق ضوابطها العلمية كان عزيز وقليل، ولهذا كانت بعض الكتابات مطلوبة أكثر من غيرها، فالبعض كان يطلب ما هو مكتوب مثلا المصاحف من أجل أن يقرأ فقط، لكن البعض يطلب الكتابة المتقنة، الكتابة العلمية المنضبطة. فعائلة بن مرزوق كانوا من هؤلاء الصنف الذين إذا نسخوا كتابا، نسخوا قرآن، نسخوا مصحفا، ينسخونه وفق ضوابطه العلمية. وكذلك منطقة غليزان. أذكر لكم منطقة أخرى، سهل أقبلي في الجنوب في الصحراء، منطقة قرية صغيرة تسمى سهل أقبلي. هذه المنطقة خرجت عددا من علماء التجويد والقراءة وعلماء النسخ، فكانوا مثلا أهل هذه المنطقة كانوا في الحرم، في الحرم المكي في المدينة وفي مكة، كانوا ينسخون المصاحف هناك. كان بعضهم ينسخ بين المغرب والصبح أو بين العشاء والصبح ربع القرآن كله، ينسخه في وقت وجيز كما ترون. وبعضهم نسخ 56 مصحفا بيده، ولا تعتبر نسخ مصحف بالأمر الهين السهل وفق هذه الضوابط. إذن أهل الجزائر كانت لهم عناية كبيرة بنسخ المصاحف. ومن أقدم المصاحف التي عرفت هذه المنطقة، من أقدم المصاحف أذكر لكم مصحفين اثنين، أولهما المصحف العثماني. المصحف العثماني ذكرت لكم أمس، ولا أريد أن أفصل في مثل هذه المسائل العلمية الدقيقة، أنا فقط أريد أن نستفيد من تاريخ المصحف الشريف وأذكر عموميات. اختلفوا في عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه، كم نسخ من المصاحف، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 7، لكن الراجح، ولا أذكر الأدلة فقط أذكر الراجح وأمضي، الراجح أنه لا حد لأكثر ما نسخ عثمان. عثمان رضي الله عنه نسخ عددا كثيرا، كم الله أعلم، لكن يمكننا أن نحد الأقل يمكن أن نحدها ب7. كيف 7 مصاحف؟ هي التي رووا عنها الأعلام والعلماء ورأوها ونقلوا عنها. فمنهم مثلا مصحف الذي خص به نفسه، ركزوا معي، المصحف الذي خص به نفسه عثمان رضي الله عنه، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة وكان ينقل منه نافع رحمه الله، ومصحف أهل مكة،
مصحف أهل مكة هذا الذي فيه مثلا في سورة التوبة الآية 100 تجري من تحتها الأنهار، بينما في باقي المصاحف تجري تحتها الأنهار. وكذلك مصحف الكوفة الذي كان ينقل عنه حمزة بن حبيب الزيات، ومصحف البصرة، ومصحف الشام، ويقال أنه في الشام مصحفان، مصحف شام دمشق ومصحف شام حمص. إذن فهي سبعة المصاحف التي يروون عنها، يروي عنها الأعلام والأئمة والعلماء، لكن لا حد لأكثر ما نسخ من المصاحف، والله أعلم. ما يهمنا هنا أن أهل المغرب كان لهم مصحفهم الخاص بهم، مصحف عثماني، أرسله عثمان رضي الله عنه إلى أهل المغرب، وقد نسخ منه عقبة بن نافع رضي الله عنه مصحفه. هذا المصحف أول ما ذكر حين نسخ نافع، عقبة بن نافع نسخ مصحفه من عنه. ثم ثاني ما ذكر أعتقد سنة 500 وكذا، لما دخل عبد المؤمن بن علي النضرومي الكومي الموحدي، دخل إلى مدينة قرطبة، وفي المسجد الجامع لقرطبة وجد مصحفا يسمى المصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، فأخذه إلى عدوة المغرب، وبقي هذا المصحف يتوارثه الأمراء الملوك والسلاطين، يتوارثونه، يخرجونه في سفرهم، في ترحالهم، يخرجونه في معاهداتهم، في حروبهم، في سلمهم، في حفلاتهم، وكانوا يضعونه على جمل أورق تسنياً برسول الله، بقصواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوضع في صندوق في ربعة فوق الجمل. لاحظوا، وفي هذا الصندوق قفل، إذا أدخلوا فيه مفتاح وأداروه الصندوق يفتح لوحده ويصعد هكذا بساط فيه من الحرير والسندس والزبرجد واللؤلؤ، ثم يخرج المصحف بدفتيه، مصحف كبير عظيم الشأن، مزخرف بالحرير باللآلئ بالجواهر بالذهب والفضة، فيتبركون به ويدعون الله بين يديه، هكذا كانوا يصنعون، أنا أروي الواقع. ثم إذا أداروا المفتاح عاد المصحف هكذا وانطوى لوحده دون أن يمسه أحد، وهذه كانت موجودة، هذه تسمى الحيل الميكانيكية. يوم نعرض المصاحف الأسبوع القادم إن شاء الله سأعرض مخطوطاً كبيراً، كتاب مخطوط كبير فيه مثل هذه الحيل الميكانيكية. تشوفوا المصعد، هذا المصعد باش نصعدوا للطابق الثالث والرابع، الآن نستعمل الكهرباء باش نصعدوا. قديماً علماءنا وضعوا مثل هذه المصاعد بأشياء بسيطة، كان مثلاً العالم، بعض العلماء مثلاً صنع، لاحظوا، يريد شاي وهو يقرأ ويدرس، يريد كوباً من الشاي، ماذا صنع؟ عنده إبريق فيه الماء، الماء راه يغلي، راه فوق النار، لاحظوا ماذا صنع؟ هو شعل النار فقط وعمر الماء، لما يغلي الماء، مجرد غليان الماء، حركة الماء الذي يغلي مثلاً في الإبريق يلمس شيء، فمباشرة الإبريق لوحده هكذا عملية آلية يتجه إلى مكان آخر، فيوضع فيه الشاي مثلاً، ثم هكذا حتى يأتيه الكوب إلى يديه هكذا. راح تشوفوها هذه، تشوفوها إن شاء الله الأسبوع القادم، أشياء عجيبة، مثلاً كيفاش يعمروا الماء، كيفاش يطلعوا الماء، كيفاش أشياء ميكانيكية قديماً صنعوها. تعرفوا الفوارة هذه تاع الأسود الموجودة في قصر غرناطة التي كانت عبارة عن ساعة، كل ساعة أحد الأسود الموجودة حول الفوارة يعني يخرج ماء من فمه، ولما أراد الغرب أن يبحثوا في كيفية هذه العملية كيف صنعوها أفسدوها، توقفت عن العمل. إذن هذه الحيل ستلاحظونها. أواصل، نحن مع مصحف عثمان الذي خص به أهل المغرب، فوجده في مسجد قرطبة ونقله إلى عدوة المغرب، وبقى يتوارثونه السلاطين والملوك والأمراء، يخرجونهم في حروبهم، في ترحالهم، في أسفارهم، في حفلاتهم. هذا المصحف أخذه بعدهم
الزيانيون أمراء تلمسان، ثم استولى عليه المرينيون، ويقال أنه ضاع في زمن أبي الحسن المريني، أبو الحسن المريني الذي دخل تلمسان ومن تلمسان دخل إلى تونس، وفي تونس واجه النصارى واجه الحفصيين، ثم عند عودته غرقت سفنه وبورق سفنه غرق هذا المصحف وضع. إذن هذا المصحف الأول. المصحف الثاني هو المصحف العقباني، ينسب إلى عقبة بن نافع رحمه الله ورضي الله عنه. عقبة بن نافع نسخ هذا المصحف عن المصحف العثماني، وبقي هذا المصحف يتوارثه العلماء والسلاطين والملوك والأمراء، إلى أن هذا المصحف بعض ملوك العلويين أوقفه في روضة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقل من هناك إلى الأستانة إلى اسطنبول الآن، ولا يزال موجودا إلى يومنا هناك المصحف العقباني هذا. إذن هذا شيئا عن اهتمام أهل الجزائر بالمصاحف.